كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. الغنوة في البدروم، تأليف محمد السيد سالم، إخراج عايدة عبد الله. منك يا قنديل يلي جيت ادي عليه لقيت الحيطه مايل عليه. المهم عمل ايه في مساله الحساب وتصرف ازاي في حكايه الشكوك؟ حساب مين وشكوك ايه يا معلم؟ وكل الجمال بتتعارك الا جمالنا البارك. يعني ايه من غير مؤاخذه؟ يعني اقعد على السطوح واللي ليك نصيب فيه ما يروح. بس انا عاوز حقي، لا يمكن اتنازل عنه ابدا. منين يا معلم؟ ما تعوس الصيف، ما تعوس الشتاء، ما تعوس العمر كله. يعني خلاص وقعنا من المترة مشحاتة وبقينا تحت العجل؟ بس انا عندي فكرة بقى، هتعوضك عن كل اللي راح وهتوصلك للافراح والليالي الملاح. ايه؟ انك تروح لسراسمي ابو الختم اللي بقى اسمه زي الطبل من ساعة ما استلم الشغلانة اياها، ووصل لفوق لفوق لفوق، ووصل لسوق المغنى. ماشي ماشي الكلام يا مشحات. وامان عليك اوعى تنسى حلاوتي، وابقى سلملي عليه وبلغه يا اخويا ان البدرون زاد ضلمه من يوم ما عزل منه وسكن في العلالي. من عينيا. بس فين بقى بسلامته عنديل؟ وايه اخبار ايامه اللي مش فايته؟ لسه زي ما هو، عامل زي الشمعه اللي بتتحرق عشان تنور لغيرها. ايه الحلاوه دي يا سيرسمي؟ انت لقيت السكر ده فين يا نهاوندي؟ في سوق العسل يا حلاوه. فعلا الاستاذ عسل، واجدعها واحد يرص الكلام اللي زي الشهد. طبعا، وعشان كده خفه فرحانه بيه ما تعرفش قد ايه. الله الله الله، للدرجه دي؟ ومتهيألي لو طلب منها عينيها هتديها له كلها وما تقولش لا ابدا. لا بقى، ده باين البليه لعبت بصحيح يا واد يا رسمي. الو، ايوه، هنا المؤسسه العالميه للانتاج الفني رسميكو وشركاه. ها؟ ايوه فندم، رسمي بيه موجود. نقول له مين؟ مين؟ غزال الجزار بتاع شق التعبان؟ معقوله ده؟ رسمي بيه معاك غزال ال ايوه ايوه حبيبي غزال، ازيك اخوي؟ ايوه سيدي، انا صاحب المؤسسه دي وتاج راسها كمان. وماله يا حبيبي لما تشتغل معايا فيها ايه؟ المهم انك تجيب لي دولة في المحل وترفع ايدك عن قنديل. اهلا بيك اكسلانس. بقولك ايه، بالمناسبة عزيزي، انا عزمك بقى على فرحي على الفنانة خفة ان شاء الله الاربع اللي جاي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. بقولك ايه، يا ريت بقى تبقى تيجي وتجيب معاك قنديل علشان يتعشى لحمة ويفتكر ايام زمان. معقول قنديل في الشغلانة الجديدة ما يلاقيش حتى اللقمة الحاف؟ ورسمي بين يوم وليلة يتجوز مطربة ويسكن على النيل ويبقى اشي اشي، حد يصدق الكلام ده يا ولاد؟ إيه؟ لا اله الا الله. مالك يا مشحاتة؟ قاعدة زعلانة وعمالة تكلمي نفسك. زعلانة على السرير اللي راح والتموين اللي انقطع. معلش، بكرة ربنا يعدلها واجيب سرير احسن منه. امتى يا استاذ؟ امتى اللي بقيت تنام على ورق كرتون؟ ما كانش ممكن يا مشحاتة انام على السرير وانا مشغول بالولاد اللي مرميين على الارض من غير ذنب. ويا ريت يا مشحاتة كان في ايدي ابعت لهم مع السرير غطا ودفى ولقمة طرية. والامتى يا اخويا هتبقى طيب كده وحنين بالطريقة دي؟ يا مشحاتة انا بعترف اني خسرت الرهان، خصوصا بعد ما رميت قلمي في الشارع وبعت احساسي على باب المحكمة. يا حبيبي يا اخويا ياللي مدفون بالحياه. لا لا يا مشحات، انا لسه حي، ورسمي مهما قبض وعلي وتشهر عمره ما هيزيد عن فقاعه صابون، لازم في يوم تنتهي.
وتدوب في المية. ازاي ده؟ ازاي ده وانت لسه قايل بعظمة لسانك انك خسرت الرهان قدام رسمي؟ كان لازم اخسر الرهان، كان لازم يا مشحاتة، ما دمت بلعب حسب الاصول، وعمري لا غشيت ولا تعاملت مع الاونطة. ولو بقيت يا اخويا زي الطاحونة اللي عمالة تلف على الفاضي وما فيهاش ريحة الدقيق. يا جماعة احنا لازم نستعد ومن بكرة علشان نعمل لمؤاخذة طبخة الفيلم الاستعراض الغنائي الواقعي السعيد الواعد. طبعا طبعا طبعا، وانا من رأيي نسمي الفيلم خفة طلعت من اللفة. ازاي ازاي بس ده ممكن يحصل وانا حاسة من يوم ما اتشهرت ان حيلي على طول مهدود ونفسي مقطوع. يا مراتي يا فنانة حلوة، لازم حبيبتي تسمعي كلامي لاجل ما تلحقي وقتك قبل ما شعرك يبيض ووشك يكرمش ووسطك ينقطم وتخش مرحلة الخطر. ياه، ومين قالك بس ان احنا مش في مرحلة الخطر؟ خطر ايه يا ستي خفة؟ هقولك خطر قنديل وشلته اللي ليل ونهار عمالين يبهدلوني ويلسنوا عليا في قلب الجرانين. طب ما هو كان لازم ده يحصل، خصوصا بعد ما سحبنا ورق الكرتون من تحت رجليهم ورميناهم ورانا في الطل. ثم ان الحملة دي عليكي وعلى كل زملاء الكار. ايوه، زملائنا الصاعدين الناجحين الواعدين. بسبب ايه ده كله؟ بسبب ان الشعر صعبان عليهم ان زميلهم قنديل ينقلب كده من شاعر لعرض حلقي. كلام ايه ده؟ ما انت انقلبت من عرض حلقي لشاعر، العرض حلقية لمؤاخذة، ما زعلوش ليه؟ انت يا ست يا صاحبة البدرون. مين؟ رسمي؟ يا خاين يا اللي نسيت ام شحاتة اللي لسه في قلب الضلمة يا غايب عن عيني بقالك سنة واكتر. معلش عزوين يا مشحاتة، اصلها رعرعت وبقت غطان خير وبحر فلوس. ربنا يزيدك من نعيمه ويوسع عليك اكتر واكتر. تشكر يا مشحاتة، اتفضلوا يا جماعة ادخلوا اتفضلوا. الله، هو في حد معاك ولا ايه يا اخويا؟ كل شلة الانس والفرفشة والانتاج الذهبي. اصحى يا قنديل، قوم لجل ما تشوف السعد اللي نزل عليك. انا صاحي يا مشحاتة. مدام صاحي يا اخوي، ما تقوم تكلمنا، ما تكلمنا يا حبيبي وتقول لنا رأيك ايه. رأيي في ايه يا رسمي يا ابو الختم؟ في انك تشتغل معايا لجل العيش والملح بس، وعشان خاطر الست ام مشحاتة. وهشتغل معاك ايه يا رسمي؟ اشتغل معايا ايه؟ هتنظم لي مواعيدي، تبيض لي اشعاري الغنائيه، وتشب بالمره على شغل مكتبي ونظافته. صحيح، اللي اختشوا وماتوا. لا بقى، فول روحك يا سي الاخ. على العموم انا اسف يا سي العرض حلبي، اسف لاني رفضك من الاساس ومش معترف بيك، وارجوك اوعى تنسى انا مين وانت مين. انت مين يعني؟ مين يعني؟ وتطلع ايه في سوق الغنى يعني؟ بس يا رجال بس. قنديل يا حبيبي، انت انسان غلبان غرقان، وانا الوحيد اللي اقدر انقذك واسحبك من بركة الفقر واشدك من بدران الجوع. وفعلا مفيش مخلوق غير سي رسمي ممكن يتنازل ويساعدك للدرجات دي. يا سيد رسمي، يا اهلا بالغرق اذا كنت انت اللي هتنقذني منه. بقى على اخر الزمن عايز تضمني لعصابتك يا رسمي، عصابتك المختصة بتلويس الفن. بقى احنا عصابة وبنلوث الفن؟ ايوه، انتم العصابة اللي سرقت احساس الناس عين عينك، وندمت على الذوق في عز الظهر، وساهمت في تلويس البيئة، ودمرت العقول بالفن الهابط والنغم النشاز. سيبك منه يا سي رسمي، ده الظاهر انه خلاص بقى عهدة البدروم. فعلا سيبك منه يا استاذ رسمي، لانه وزي ما انا شايف قرر ينتحر جوعا في قلب البدروم. على العموم يا حبيبي انا عملت اللي عليا، يلا بينا يا جماعة. يلا يا جماعة على فين بقى بعد ما عملت لكم الشاي؟ مفيش منه فايدة يا مشحاتة، ده هيفضل طول عمره نشر وفش والعشا خبيزة.
بقول لك يا مشحت. نعم. اجوك يا اختي تقبلي مني المبلغ البسيط ده ما دام انت على طول بدونك منحوس وحاله مايل. كتر خيرك يا ابني. على العموم رسمي لسه باقي على انديل وصعبان عليه حاله. على العموم اتفضلي، ده الكارت بتاعي لا مؤاخذه، فيه تليفوناتي وفاكساتي وكل محمولاتي وعناويني. وده ليه يا مشحته؟ ليه يا سي رسمي؟ عشان اذا جه في يوم وقرص الجوع ونهشته الظروف يبقى يروح لرسمي، يروح له يا مشحته من غير حتى ما يفوت على السكرتير، وساعتها بقى هيلاقيني مستنيه وفي ايدي عقد علشانه. لا يا رسمي، لا يا سي المخرج، لا ليكوا كلكم. أملكم في سقوطي عمره ما هيحصل، وذل ده عمره ما هيكون. كلامك حلو يا سيد أنديل، بس بتهيالي بقى يا أخويا إنك مش هتتأخر عليا كتير. يلا بينا يا جماعة. أيوة اضحكوا 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 يا عصابة زي ما أنتم عايزين. المهم اللي يضحك في الآخر يا كدابين الزفة يا تجار الأونطة. يا عيني عليك يا أنديل. بس انا خلاص يا مشحاتة، خلاص هصحى وهواجه بكل فني تجار الفن الرخيص. من زمان يا انديل وانا بقول لك اصحى وقوم، ده اللي ما تكفيه الاشارة ما تفيده العبارة. وعشان كده انا مش هيأس ابدا، ومن النهاردة هكتب احلى الكلام واجمل الاشعار، هكتب اجمل الاشعار لكل الاذواق الجميلة اللي على طول عطشانة للفن الجميل والنغم الاصيل. يبقى بكده يا ابني انت ناوي تسيب البدروم؟ لا يا انديل، اوعى تسيبني يا ابني، اعمل معروف، ده انا ما بقاش ليا غيرك حتى لو ما تدفعش الايجار. لا يا مشحاتة، انا مش هسيبك ومش هسيب البدروم، هفضل فيه عشان تطلع منه اجمل الاغاني واكبر حملة ضد التلوث الفني. ربنا معك يا سي انديل، وشد حيلك يا اخويا، وعلى رأي المثل اللي يزرع الخير يحصد خير. اوعدك اوعدك يا مشحاتة انك من النهاردة هتشوفي انديل جديد، انديل منور بالامل والارادة، ومن بكرة هيخرج من البدروم احلى غنوة، احلى غنوة تسعد الناس كلها. يا ريت يا انديل يا ريت، وعلى رأي المثل مفيش فجر من غير ليل. استمعتم إلى الغنوة في البدروم صور الشخصيات فاروق نجيب، رجاء حسين، شوقي شامخ، أحمد نبيل، نادية فهمي، أحمد أبو زيد، يوسف رجائي، يوسف عيد، مهجة البطوطي، حسين إبراهيم، رجب الحلواني، ثروة رضوان، جمال حماد. التسجيل والمونتاج رضا علي وبهاء الدين مصطفى. المخرج المساعد نجلاء فوزي. الغنوة في البدروم تأليف محمد السيد سالم، إخراج عايدة عبدالله.